لكن كمان الأستاذ إبراهيم عيسى وهو بيتناول أحمد عبود باشا أحد رؤساء النادي الأهلي السابقين عرج على نقطة مهمة في شعبية النادي الأهلي ورموزه. نشوفه. شخصية غاية في الأهمية، وأنا بعتبر المؤسس الحقيقي للنادي الأهلي هو الملياردير أحمد عبود باشا. وأحمد عبود باشا ده راجل عصامي، مهندس عصامي يفهم معنى يعني الصعود الاقتصادي والاجتماعي، وراجل ابن ناس طيبين كده، وكان عندهم حمام شعبي في حي شعبي، وهو قصة مثيرة جدا تستحق يعني قراية عنه. عبود باشا بقى اللي هو الملياردير العصامي ده وملياردير مصر الأول، لما تولى رئاسة النادي الأهلي من سنة 47 لغاية 1961، قرابة 15 سنة، هو بقى أسس النادي الأهلي الذي نعرفه الآن. من ضمن الحاجات اللي عشان تقول لك ليه أحمد عبود باشا أهلاوي حقيقي وأخلص للنادي جدا، وهو بالمعنى الحرفي للكلمة هو المؤسس الحقيقي لنادي الأهلي، عشان أظهر لك قد إيه يعني دعمه للأهلي وحبه للأهلي، عامل عمارة الإموبيليا، بنى عمارة الإموبيليا وهي كانت أشهر عمارة في وسط البلد في شارع الشريف. فكان عبود باشا مانع ان يسكن فيها اي زملكاوي. الشرط الاساسي لانك تسكن في عماره الاموبيليا انك تكون اهلاوي. وده تم استثنى اتنين بس، ام كلثوم الزملكاويه ومحمد عبد الوهاب الزملكاوي، هما اللي يسكنوا كزملكاويه في عماره الاهلاويه. استثنى ثلاثة، وهي بقى هنا اللي نقدر نتكلم على دقة المعلومة وكذب الادعاء. سيبنا برضو من جزئية اعتماد عبود باشا المؤسس الحقيقي لمنهج الأهلي، لأن دي جاي لها في تلقيحة كده بين السطور هنجلها، وفي اتهام مبطن. لكن جزئية إن عبود باشا استثنى ثلاثة زملكاوية هو وصفهم إبراهيم عيسى بأنه دول أهرامات ثلاثة، نجيب محفوظ وعبد الوهاب وأم كلثوم، اعتبر أن الثلاثة أهرامات زملكاوية علشان قيمتهم قبل الكبيرة. قبل ما تخش في حتة أهرامات زملكاوية الأهلاوية، آه، لماذا اختص الثلاثة دول أن هم مستثنيين؟ لأنه الباقي مش هيبقوا معروفين، يعني هو عايز يجيب لك اسماء يقول لك ان دول اللي استثناهم لاهميتهم، هو كان عبود باشا وهو بيعمل، هو اللي بيعمل العقد، ها؟ فبيشمر كمه ويشوف البطاقة ويقول يا ابني انت اهلاوي ولا لا، ده بتتعمل في حتت تانية، كانت بتتعمل ها؟ في اختبارات المذيعين والإذاعة والحاجات دي. التفتيش على الميول. التفتيش على الميول، ولذلك احنا مش متفاجئين ان كل الإذاعة دلوقتي مش اهلاوي. طبعا. انما فانت يا استاذ ابراهيم، واحنا بنقول بالدليل، انت فتشت بقى هي كانت مكتوبة في البطاقة ولا ايه؟